أهلا بحضراتكم من جديد. يعتبر مشروع مودة من بين المشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، ومشروع خاص بتأهيل الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئاسية حيث أطلقها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب السادس. في هذه الفقرة سنحاول التعرف على هذا المشروع، على الأدوات التي يستعملها، على حجم المردود الذي يمكن أن يتأتى من واقع هذه المبادرة، مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور أيمن عبد العزيز المنسق التنفيذي لمشروع مودة. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. أهلا بحضرتك. ما هو المستهدف من وراء هذا المشروع، وما هي الأدوات التي يناط من خلالكم تنفيذها بها؟ طيب خلينا في البداية بنصبح على السادة المشاهدين وعلى حضرتك، وبنقول إن هو مشروع قومي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف معالي الوزيرة غدا والي في المؤتمر السادس للشباب اللي كان منعقد في جامعة القاهرة، بإن احنا ندرس حالات الطلاق اللي بقت زيادة قوي. فبناء على التكليف كان معالي الوزيرة وجهت إن احنا نعمل دراسة، فرجعنا للإحصاءات عام 2017 لقينا إن نسب الطلاق وصلت سنويا لمعدل 198 ألف حالة بمتوسط 542 حالة يوميا، فبالتالي الرقم كان خطير جدا، وفي صعوبة في ان يبقى عندنا كمجتمع مصري بيمتاز بالتماسك الأسري وبناء الأسرة المصرية، فلقينا ان احنا محتاجين ان احنا نوعي الشباب، فهيبقى عندي مستهدف 800 ألف شاب سنويا، بحيث ان انا ادخل للشباب من البداية اللي هو مقبل على الزواج، ان انا اقول له ايه هي الاسرة، معرفة الجانب الاجتماعي للاسرة، التواصل بين الزوجين، الناحية الدينية والمفاهيم الخاطئة والزواج المبكر، الناحية الصحية اللي هي يبقى ازاي يبقى في فترة حمل، ازاي يبقى في وسائل سليمة وصحية في التعامل مع الزوجين. فكان لقينا ان احنا عندنا كمحافظات الجمهورية اعلى ثلاث محافظات في نسب الطلاق، وهي القاهرة والأسكندرية وبورسعيد. فاستهدفنا الشباب كمرحلة تجريبية، هنستهدف الشباب المقبلين على الزواج في هذه الجامعات من خلال ان احنا هندرب اساتذة جامعات بحيث ان هو يتواصل. هو حضراتكم ترصدوا الوضع ب 198 الف حالة سنوية، 500 حالة في اليوم او 500 واكتر، يعني تقريبا حالة طلاق كل دقيقة في جمهورية مصر، والرقم مفزع زي ما حضرتك أشرت. هل كان من البداية الوقوف على أسباب حالات الطلاق في مختلف أرجاء القطر المصري، هل تختلف من مكان لمكان؟ هل لها مسببات تختلف من بيئة لبيئة أخرى، ولا الموضوع كان مرتبط فقط بتوعية المقبلين على الزواج؟ أنا بشكر حضرتك على السؤال، لأنه هو في فنية حابين إن احنا نقولها، إن احنا وجدنا فعلا المناطق الحضرية أكثر ما واضح القاهرة والإسكندرية بالظبط كده من المناطق الريفية. ده طبعا بيرجع ليه عاداتنا وتقاليدنا والقيم اللي احنا متمسكين بيها في الريف اكثر من الحضر. لقينا برضو ان احنا عندنا اسباب عديدة اللي بتخلي او بينتج عنها الطلاق، منها اعلى حاجة جدا لقيناها الخلع، يأتي بعديها الإيذاء بين الزوجين، بعد هذا في عندنا غياب الزوج. يعني حالات الخلع تدخل ايضا ضمن حصر حالات الطلاق. ما هو في النهايه ان هو بيحدث طلاق. نعم. بس بشكل اخر، لان الزوجه بتبقى مش عاوزه العلاقه فبترفع قضيه خلع، فبالتالي بيبقى النتيجه ان هم انفصلوا يعني. فلقينا بعد كده من الاسباب اللي هي بعد غياب الزوج مرض احد الزوجين، او الخيانه الزوجيه، او اسباب اخرى بترجع لتدخل الاهل او النواحي الاقتصاديه الى اخره من الاسباب. الحصر اللي حضراتكم ذكرتوه، هل حتم عليكم شراكات معينه مع جهات معينه، ولا المساله ايضا لم تكن موقوفه على هذا النوع؟ حضرتك اشرت الى بعض التوعيه الفقهيه، بعض التوعيه الصحيه، هذا يعني بالضروره ان المساله ليست حصرا فقط عند وزاره التضامن الاجتماعي. هو المشروع قومي بياتي في التنسيق بين الجهات المعنيه. الجهات المعنيه ان التضامن هيبقى عندها ماده علميه تم تطويرها من خلال متخصصين، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتبار ان هو جهة شريكة في المشروع. بالتالي انا عشان استهدف الشباب في الجامعة، ففي وزارة التعليم العالي ممثلة معايا كجهة شريكة، وبيننا وبينهم بروتوكول تم توقيعه في فبراير الماضي، بحيث ان انا ادخل الجامعة ونتعاون، ويبقى في من خلال الأساتذة الموجودة في الجامعة والشباب الموجودين في الجامعة، بالإضافة الى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لان اخواتنا في الوزارتين مجندين، سواء في الجيش تابع لوزارة الدفاع او في الشرطة تابع لوزارة الداخلية، بالإضافة الى عندي الأزهر الشريف
كجهة يعني دينية رسمية هيبقى فيه ليها دور واضح. دار الإفتاء وخدمة المشورة اللي بيقدموها عبر الخط الساخن اللي هم لديهم يعني، بالإضافة إلى عندي الكنيسة المصرية لإخواتنا المسيحيين، بحيث أنهم عندهم برضو مشروع في الكنيسة اللي هو المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى أن أنا عندي وزارة الصحة ممثلة في الصحة النفسية، عندي في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عندي المجلس القومي للمرأة، عندي في بعض الجهات زي وزارة العدل، لأن أنا طبعا هيبقى عندي استهداف للتشريعات الخاصة بالحفاظ على كيان الأسرة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. فدكتور عمر، حضراتكم بتتعاملوا مع حالات في صورتها الخام، المقبل على الزواج من اللي بيمضي فترة تجنيده أو اللي في السنة النهائية في الجامعة أو بعض هذه الشرائح التي لم تختمر في ذهنها مثلا فكرة الزواج، نتيجتها في علم الغيب، يعني محدش يعرف هو هيستفيد من التجربة مش هيستفيد، هيضع بعض النصائح نصب عينيه ولا لا، لكن الحالات اللي بيحدث شقاق في مرحلة ما قبل التطليق أو المخالعة أو فسخ العقد قبل الدخول مثلا، حجم النجاحات اللي يمكن أن تحقق في مرحلة من هذا النوع بتقدر بقد إيه؟ طريقة التعامل إزاي ممكن تختلف؟ خلينا اقول لحضرتك وللسادة المشاهدين ان انا من الجهات اللي انا بستهدفها او اللي هيتعامل مع الظاهرة هي مكاتب تسوية المنازعات التابعة لوزارة العدل. مكتب فض المنازعات بيذهب اليه احد الطرفين او الزوجين على اساس ان هم عاوزين ينهوا العلاقة بينهم من بعض، فبيبقى في خبير اجتماعي وخبير نفسي بيجلسوا معاهم بيحاولوا ان هم يعملوا تسوية لهذه المشكلة. فانا هبقى طيب مستهدف مكتب فض المنازعات بتحال إليه القضية أو الأمر من القاضي الأحوال الشخصية اللي بينظر الدعوة، ولا الزوج أو الزوجة بيتوجهوا إلى المكتب مباشرة؟ هو الفكرة إن أنا كخبير اجتماعي ونفسي المفروض إن أنا بعمل تسوية قبل ما يحصل عملية الطلاق، على أساس إن أنا برفع بيها تقرير زي ما حضرتك تفضلت. بس هي الفكرة، الهدف عندنا إن إحنا بنحاول نسوي اللي هو كان زمان عندنا الجلسات العرفية، أو إن في حكم من الأهل هنا وحكم من الأهل هنا، فبالتالي كان بيشوف الغلط هنا ويشوف الغلط هنا، يا بنتي تعالي أنا نفسك أنت لازم تستحمل شوية عشان ولادك. هو النصح القرآني أعتقد في مسألة الطلاق، فبعثوا بحكم حكم من أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فأنا مستهدف عندي هذه المكاتب، بالإضافة إلى أن أنا عندي سنويا 250 ألف فتاة أو مكلفي خدمة عامة، دول برضو مستهدفين معايا. أنا هيبقى عندي حضرتك من المحاور بتاع المشروع هيبقى عندي منصات تواصل أو منصات إعلامية، منصات على التواصل الاجتماعي، هيبقى عندي بيج على أو صفحة على الفيسبوك، هيبقى عندي حساب على تويتر، حساب على الانستجرام، حساب على دكتور أيمن، يعني الوصول لمرحلة تنتهي بها الحياة الزوجية هذه مرحلة بالغة الخطورة وبالغة الصعوبة ولا يتم الوصول إليها إلا وقد سدت كل الأبواب، أو على الأقل هناك غشاوة وضعت أمام أعين الزوج أو الزوجة أو الطرفين بفعل مؤثر خارجي أو بعد أن نزغ الشيطان بينهما، يعني هل هناك آلية مبتكرة أو آلية أكثر فعالية للتعامل مع موقف بهذه الدرجة من الخطورة؟ لأن يعني الزوج اللي أوشك على التطليق مش هيعيده إلى جادة الصواب النظر إلى صفحة على الانستجرام أو على الفيسبوك. يعني أنا بكلم حضرتك مش على اللي هم منهم نزاع بالفعل، لا. أنا بقول لحضرتك للشباب الآليات اللي أنا طبعا الشباب أنا بتكلم على عن حالات اللي هي الوصل الخلاف بينهم اللي بينهم خلاف، لا دي حضرتك هيبقى في متخصصين هيتعاملوا مع هذه المشاكل، لأن غالبا إحنا بيبقى عندنا أمية في الزواج، لأن إحنا الأغلب مننا مش بقول الكل طبعا ما ينفعش نعمم، إن هو شاف نموذج سواء بقى قدامه الأب والأم أو حد من اللي هم بيحبهم، هو اتجوز زي ما شاف قدامه صحيح. بس مين مننا حضرتك، خلينا نتفق، لو انا جاي اجوز ابني البنت حضرتك احنا بنبقى بنقعد، هل هم بيقعدوا مع بعض بيقولوا يعني ايه زواج، يعني اختيار الشريك نفسه، آليات الزواج، ما هي في البداية أنا قلت لحضرتك في توعية من الناحية الاجتماعية والناحية الصحية والناحية الدينية، فهل بنقعد فعلا لما نشوف مشكلة، أنا جاي لي زوج وزوجة في بينهم من بعض مشكلة، فهل فعلا هم كانوا محددين، هل في تحديد للأدوار، هل بنتقاسم الحياة، هل بنسمع لبعض، هل فعلا الأم هي اللي قائمة على خدمات المنزل وحدها داخل المنزل. طيب خلينا نشوف برضو ان هل هو فعلا حاج اشرت للقاهرة واسكندرية وبورسعيد وحاج الحضر، معدلات الطلاق فيه اعلى بكثير من الريف او من الجنوب مثلا، تمام، مستوى التعلم يفترض في البيئة الحضرية اعلى، مستوى الانفتاح في البيئة الحضرية يفترض انه اعلى، مستوى النقاش اللي حاج تتحدث فيه يفترض ايضا انه اعلى، لكن برغم كل ده
معدل الطلاق فيه اعلى بكثير من البيئه الريفيه، لاكثر محافظه، لاكثر اتساقا مع العادات والتقاليد، الاكثر حرصا على الا تكون مساحه الكلام مثلا مفتوحه بين الشريكين قبل ان يدلف الى حياتهما الزوجيه، وبالتالي قد يبدو هناك تناقض مثلا بين المعطيات وبين النتائج. طيب خلينا نتكلم على ارض الواقع. حضرتك ممكن اكون متعلمين، بس هل عندنا الوعي الكافي يعني ايه اسره؟ صحيح. هل عندنا الوعي الكافي ان انا انا وحضرتك شركاء سواء الزوج والزوجه؟ يعني هل احنا فعلا بنتشارك الادوار؟ مش الام اللي عليها كل حاجه؟ مش هي فعلا اللي لود عليها ومطلوب منها كل المسؤوليات الموجوده؟ الزوج مشكورا بيبقى بيسعى على متطلبات الحياه وان هو يجيب المتطلبات داخل المنزل، بس برضو عليه اجزاء. وحضرتك او احنا جيل واحد اعتقد ان احنا كان زمان الاب بيقعد يسال ويتكلم ويتشارك. هل مين دلوقتي بيقعد يسمع لزوجته على الاقل؟ انا مش بتكلم على الاولاد لان الاولاد ده اساسي ان حضرتك تقعد وتسمع. طب نشوف اسباب المشكلات، هل فعلا هم تناقشوا؟ طب احنا عايزين نتكلم على ارض الواقع ان في فعلا حالات طلاق بالارقام اللي احنا قلناها. طيب احنا متعلمين ومثقفين وبنقعد نسمع وعندنا تواصل، تمام؟ طب ايه اللي حدث خلى ان بقى في طلاق؟ اكيد في قنوات يعني مش ما فيهاش اتصال بينهم وبين بعض، في بعض الواجبات محملة على طرف دون الآخر، اللي خلاهم ان هم اصلا في الاول كانوا بيتمنوا ان هم يقعدوا مع بعض قبل ما يتجوزوا وبعد ما يتجوزوا، وبالتالي هم دلوقتي كارهين العيش مع بعض. لماذا؟ لماذا واحنا مثقفين ومتعلمين؟ قلة الوعي حضرتك دي حاجة مهمة جدا، وهو المشروع مسمى بتوعية الشباب المقبلين على الزواج. يعني ايه اوعيك بالأسرة؟ ما انا عارف ان في زوج وزوجة، بس ايه اختيار؟ ايه الاختيار في الشريك؟ ايه المسؤوليات على الطرفين؟ ايه المطلوب مني؟ اعرف يعني ايه وهي في فترة الحمل عندها بعض الضغوط النفسية، يعني ايه انا اتجوز في سن مبكر؟ ده يعمل عليا ايه كفتاة او يعمل لي مشاكل ايه؟ يعني ايه انا لما اجي الاقي او اسمع في اذاعه القران الكريم او اسمع في بعض البرامج ان كل واحد بيسال على يا فضيله الشيخ انا اصلا حلفت عليها وقلت لها هتبقي طالق كذا وكذا، وكلنا بنشاهد مثل هذه الاسئله وسؤال دائم في بين السائل والفقيه في اذاعه القران الكريم. بالظبط حضرتك، ونسال الصبح في برنامج اللي هو بريد الاسلام، بريد الاسلام، وبتلاقي الاسئله اكثرها صحيح. على الطلاق. انا متعلم وممكن اكون واخد اعلى الشهادات وممكن اكون سافرت جميع الدول الاوروبيه وعندي من الثقافه اللي بيتقال عليها يشار لها بالبنان، فبالتالي برضو بيحدث الطلاق. يبقى انا كده هي مساله الوعي ممكن تكون مش موجوده، وانا متعلم ومثقف وبقرا. حضرتك هتوعي بمخاطر الزواج المبكر للفتاه وايجابياته للطرفين. نعم للطرفين. انا ليه بقول للفتاه اكثر؟ لان دايما احنا يعني عندنا بعض المفاهيم المرتبطه بثقافتنا كشعب مصري ان الزوج عليها كل حاجه، هي تربي وهي تقوم بادوار العيش في المنزل، والرجل يسعى على اساسيات العيش، وبالتالي يجي في بعض منا، يعني مش عاوز يبقى التعميم او متحامل على الرجاله، بس في بعض منا هي دورها كده، كل الستات كده. لا يا فندم، دي مشاركة. الدليل ان حضرتك لما بتروح تطلبها من والدها بيبقى في طرفين، وحضرتك معاك اهلك وهي معاها اهلها. معلش يعني هو سؤال قد يبدو جدلي لكن لا بأس ان يطرح، يعني وحيت يعني قد يستهدى بيه. اتفضل. في الحقب السابقة في الاجيال، الاجيال الوالد واجيال الجد، الاجيال السابقة بشكل عام كان دور المرأة أقل من دور المرأة في الوقت الراهن بكثير. كان المرأة دورها يقتصر فقط على القيام بمعايش المنزل وعلى الاهتمام بشؤون الأسرة، وكان الأب قد لا يشارك في أي شيء إلا القيام على شؤون الأسرة وعلى معايشها المادية، وكانت الأسر أقوى بأسا من هذا بكثير. كانت الأسر أشد تماسكا، كان للمنزل هيبة ربما هي غائبة الآن بكل ما نشهده من طفرات في مجتمعنا. أتفق مع حضرتك، وبرضو كانت الظروف الاقتصادية كانت يعني أكثر شدة من هذا الوقت. كان في حاجة ما بتحصلش حاليا دلوقتي حضرتك، كان بيبقى في تفاهم وفي جلسة كده بين الزوج والزوجة، بيسمع الأولاد عملوا إيه، البنت الكبيرة عملت إيه، الابن الكبير، طب هل حد زارك؟ طب في حد بيتكلم معاكي؟ مين عمل مشكلة وأنا مش موجود؟ كان بيبقى بينهم حوار كده حضرتك زي بيقولوا كده، يعني قاعدة فيها
كل شؤون المنزل، وبالتالي كانت الزوجه ما كانت يعني ما كانش موضوع عمل الزوجه كان بالشكل ده، وبالتالي انا كان عندي في مساحه من التربيه. دلوقتي الزوجه مشكوره انها بتساعد في البيت، ومن ضمن الحاجات التوعويه اللي نقدر نقولها برضو من الناحيه الدينيه، في عندي ما يسمى بالذمه الماليه الخاصه بالزوجه. يعني مين منا كام حد يعرف ان الزوجه ليها ذمتها الماليه الخاصه؟ يعني كون انها بتبقى بتعمل وبتساعد في البيت، هي مش مجبره انها تصرف على البيت. فزمان ما كانش في عمل الزوجه، لا هي حاليا دلوقتي هي بتعمل لان بتحاول تساعد في بيتها، وبالتالي برضه بيحدث الخلاف، هي تفضلا منها انها بتساعد معاك في البيت. طيب بس حضرتك دكتور ايمن، انا استاذن حضرتك فقط الاشاره الى هذا الخبر العاجل. وردتنا انباء عن تبادل اطلاق النار بين قوات الامن وعدد من العناصر الارهابيه في الطريق الدائري بالجيزه. سنعود مع حضراتكم اذا التذكره بهذا النبأ وبغيره من التطورات المرتبطه بهذا العاجل حال ورودها الينا في ما تبقى من خدمات إخبارية وفيما تبقى أيضا من هذا الوقت. نشير فقط إلى الخبر العاجل الذي وردنا، حيث أفادت أنباء عن تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية عند الطريق الدائري في محافظة الجيزة. سنعيد التذكرة إذن بأي جديد حول هذا الموضوع حال ورودها إلينا. تفضل. طبعا بنتمنى السلامة لكل إخواتنا وكل زمايلنا من عناصر الأمن، على أساس أن ربنا ينجيهم يعني من كل شر. خلينا نرجع لموضوعنا. ان عايز اقول لحضرتك ان كان الام زمان كانت بتعود الابناء ان هم يساعدوها في البيت، المشاركه، كان البيت كان بيمتاز ان هو اسره ممتده، في جد وجده وفي اعمام، كله كان بيساعد على الاسره. دلوقتي بقت الاسره الاب والام والابناء. طيب هي بتعمل وحدك بتعمل صحيح. وهي بترجع البيت او بتقوم الساعه 5 بعد الفجر او بتصلي الفجر وتقعد، او اذا كانت هي بتعمل عندها اشياء بتقوم بدري عشان تعمل الاكل بتاع اليوم، تعمل السندوتشات بتاع الاولاد. ومع هذا هل حضرتك بتقدر هذا؟ نفترض ان حضرتك راجع من بيتك تعبان او من شغلك تعبان، راجع البيت تعبان، فانت لقيتها قاعده بتعمل كل المتطلبات اللي المفروض حضرتك تشاركها، طيب هل بنقول شكرا زي ما كان بيتقال زمان؟ زي ما كان الاب مجرد بس ان في ابن بص للام على ايام ابائنا وامهاتنا واجدادنا، يعني او تلفظ بلفظ كده، مش اللي هو كان بيحدث ان هو كان بيتعمل له قعده كده، والقعده دي كان فين قيمنا اللي احنا كنا متربيين عليها حضرتك وحضرتي وكل الاجيال، اللي هي كانت مجرد النظره للاب والام كانت بالنسبه له حساب. يعني هو في شق اخر قد يكون مرتبط بالدراما وبالسينما وحجم التاثير الذي حملاه على تماسك الاسره المصريه، لكن للاسف الوقت لم يسمح الا بهذا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ايمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي لمشروع موده في وزاره التضامن الاجتماعي. الشكر لحضراتكم ايضا على طيب متابعتكم على مدى هاتين الساعتين. عند راس الساعه المقبله نلتقي في موعد اخباري بحول الله، الى الملتقى.